وما هو يجري الآن في المجتمع المغربي من إجرام يسكت عليه الجميع. داك الدري دري في الابتدائي تقرا النهار كامل تيخرج يدير المراجعة، واش في النهار قرا كلب في الليل ولا قط؟ هي خصها المراجعة سيدي، ما عرفنا راسنا واش حنا جالسين مع القطط ولا مع الكلاب. إذا كان قط هو قط وكلب هو كلب، علاش شنو نراجع؟ ناس فقراء تيقول لك راه عرفك دير ولدي المراجعة ستة سوايع طويلة بحال الحبل ما قدرش. لا شوي ديزولي، عندنا التوقف ماشي نناقشوا الأجور ونناقشوا كذا، نناقشوا هذا الشيء، حيت إلا كان هذا الشيء مجدي تفتح الفن. ألور عندنا غير دي بيكاسو وعندنا دي ميزيسيان دي دانسور دي بويت، ما كاينش هذا الشيء. تفتح العلمي غير تفتحات. أنا جيراني تيجي عندي واحد الدري في جوان تنقول له دابا تدوز واحد ودابا سال عاود لي شي حاجة قريتها، تيقول لي يا عمي دابا صافي نعيط. التعليم اكتساب واكتساح لمجال الجهل تكتسبه. إذا كان غير مل حتى المل راه ما كاينش، شوية 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 ما تيعطي والو. إذن متى نتعقل ونقول هذا التلميذ واش عنده الوقت لكي يتمرس ويتمرن بالقدر الكافي حتى أكون على يقين أنه على الأقل اكتسب بشكل تام 10 أو 20%. ما معنى أن يكون المقرر يتكون من 40 درس في جوان تلقى حتى نصف درس قرينا 20 ويضيعوا 12 يبقاو 8 سيدي جا طمان. هذه القناعة لا يشاطرها المدرسون أنفسهم، هذا هو المؤسف طبعا. وقد كان لطيلة 30 سنة تلاعب مخيف بالمقررات لأسباب تجارية، غير الكتاب جيب الكتاب المقرر جديد غير باش يتبدل الغلاف. كانت مواد تضاف، أنا اللي طلبني شي واحد في الابتدائي كمدرس قريت ثلاثة المواد نقول له لا ما نقدرش. هنا أتذكر أنا في حياتي الشخصية أستاذ عملاق هو نموذج التدريس عندي ملي كنت أنا أونسيزيام. أونسيزيام كانت عندنا مدام غوي لا فورماسيون دي لونسينيون كلاسيك عندها دو شوفو وجوج بنات وجوج كلاب لأن كانت تجيبو معها وتنجيب واحد القفة عامرة بالخضراء وبالقوة وديك الساعة ما كانش لونسينيمون ميكست وتيقول صديق ونتمنى أن يكون الآن في عمري وصحتي كان سميتو فكري تيقول يبكي إذا نترانسفورمي أون فام تيقول خليها خليها شهر من بعد مشات اختفت ما عرفناش علاش وجا أن نومبغا كي سابولي مسيو بوي كان أن لونسينيون دو فرونسي أون تيرمينال وتخاص مع المفتش هبطو للسيزيام. أول نهار تيدخل واحد الشكرة تيشوف الكتوبة ديالنا، حنا ديجا عمرنا كناش بلي راجل كتب بالخضر بالأحمر والأزرق، مشى للسوق أنا يكوتي لا غرامير سي لا سيونس دي زام، تيشوكي ويلي كيفاش لا سيونس دي زام. لغد ليشا عمرو ما حل شكرتو، عندو كارني صفر أن كريم أنا إن فرانس. قرنت 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 تدور على القسم حتى تصبح تلك الجملة مستساغة ما تطلع حتى لحد هذاك اللي تيتلف تيقول با جو في ريفينير فيغ توا تيت دو بول بول كور ديليفون اي تيت دو بول بول اون ايتي ايمو اي اورو كي بروفونس دي موا نهار تتدوز ديك الجملة حطو بوزي فو بيو. Je vais dicter la phrase deux fois. Et après la deuxième fois, je ne me répéterai pas. Et je vais le faire. Je vais dire que 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 je vais dire. On a une rédaction
بالكلمات اللي تعلمتها في الأسبوع. الكوريش والسكي مجور تجيب لنا ان بوتي باساج ماشي من لافونتين ولا مهبل اللي اسهل ما كاين فيه. ترى اللي تيقولوا ما تنخرجش تلقينا تيتفلى علينا. اي بوتي ا بوتي لي دو كلاس كما سوي افي ايتي لي ميور. شاب سوي فرنسا تنظن انه كتب مكتوبا هامة جدا للأسف انقطعت. إذا كان لنا الوقت الكافي للاستماع لو أن مسيو بويا كان تيقرانا ثلاثة المواد في النهار هل ذهن ذلك التلميذ لا شيمي دو سيرفو تتستقبل؟ علاش الألمانيين ابتدائي تيقرا غير من 8 ل 12 أو الوحدة صافي العشية خاوية باش عقل يخدم. هاد التلميذ اللي تيقرا من 8 حتى ل 6 ولا من 6 وتيجي لدارو كنت في العيون كنا ضياف عند واحد صحراوي واحد مغربيه صحراويه وبنتها جات مع 10 الليل تطيح بالناس قد جات من المراجعه. فين المراجعه؟ واحد عنده واحد الدار هما شي 30 واحد البيت اللي غادي 12 واش يقرا يكون؟ لوغوش لونوار في مره. وين انتم تقراو تقراو للرجل النوار؟ ما بقاش عندكم تعلموا الفرنسا وراكم تتقنوها يعني ماشي لوروج اي من كاين كتاب اخر سميتو لوروج الى بعد تيضحكوا اه الروايه قالك ديال ديال سميتو ستاندان. قلت له دابا قول لي شنو اللي بقى في بالك؟ قال لي قال لي استاذ انا عييت ما نصبر وحدايا جوج شي شهور فاستسلمت للنوم حتى لا يعيب علي يقظتي. اذا واش هذا الشيء معقول؟ معقول لنصفق لانفسنا ونعتبر اننا في ماريستان مفتوح. اذا كان غير معقول اقول له شنو الاسباب؟ السياسه تعليميه وروجه بالذات شويه باللحنه شنو نرطب تجد انا غادي نقصوا المقرر ونقولوا كل تدريس كل ماده تتدرس ستتطلب وقتا ما من التعليم من التدريس تمرين